كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، كانوا يلعبون في المسجد، قالت وأنا أنظر إليهم وهو يسترني بردائه صلى الله عليه وسلم يستر النبي عورته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال المرأة عورة، المرأة عورة، المرأة عورة، المرأة عورة، المرأة عورة، عورة وربي عورة، فإن خرجت وكشفت سوآتها بنطال وتنورة وعباء على قدر الجسم وما وهذا تخبيص، عورة عورة عورة. ماذا يجب علينا في العورة؟ يجب علينا سترها. ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا. أين الديانة؟ أين الخوف من الله والرقابة له؟ أين الخوف من النار؟ أين الخوف من القبر والحساب والعذاب؟ كم تخرج امرأة من نساء المسلمين تفتن شبانا وشيبانا وتفتن ذكورا صغارا وكبارا، ترى عجبا عجاب يطيش له الرأس وتقول يا ربي أين الغيرة؟ أين الحشمة؟ أين العورة؟ أين الحمية؟ أين الديانة؟ أين التقوى؟ غاب هذا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، شرفها ورفعها في أنظار العالمين، وذهب ينظر إليها الرائح والغاد ويشتهي ما يشاء، يشتهي ما يشاء. أتظن أن الرجال يمرون بالنساء في الطرقات فينظرون إلى عورتهن وأجزائهن وأعجازهن حتى يقولوا سبحان الله ما أحسن خلق الله؟ لما ينظر الرجل المرأة؟ لما ينظر إلى عورتها وينظر إلى فرجها؟ لماذا؟ أينظر حتى يقول لا إله إلا الله قسم الأرزاق؟ ينظر حتى يشتهي؟ أما تغار أن تشتهى محارمك؟ أما يغار الواحد أن تشتهى محارمه؟ عجب، عجب. نساء تخرج من المساجد وقد وضعت طيبا كله وتحجبت حجابا سافرا كله وكانت كاسية عارية بمعنى الكلمة وهي تأتي تريد الصلاة. أبو هريرة رضي الله عنه تمر امرأة فيشم طيبها ويرى من تبرجها فيقول يا أمة الله، يا أمة الجبار. قالت نعم. قال أين تريدين؟ من المسجد؟ قالت نعم. قال أتطيبت للمسجد؟ قالت نعم. قال أما والله إني سمعت حبي أبا القاسم، أما والله إني سمعت حبي أبا القاسم يقول أيما امرأة خرجت وتطيبت إلى المسجد لا تقبل صلاتها، لا تقبل صلاتها حتى ترجع إلى بيتها.